ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد. زايد الخيرات سلعا شمالا وجنوبا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عباد الله، فإنها خير زاد. أما بعد، موضوع أنه وحاو كساب سين خطبة ولا ليال الاقتصاد للإسراف ومادو نعمة إلى هاي وسيي إن يسوى ناكسان ومعمولان ويو استعمالان وانا كحد قدبين نعمة إنك إلى هاي وأدومها السيا وحكام إذا آتك وفرها بضن نعمة مالك سداد رادد بمالين تقيامها مركو قبرك كصوب حقفك إن نعموين كي أدونك إلهي وسيي وويدين أيو لبعض قالها اللحريرة وحلا ويدين عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه حولها كي هلكات كصوب شقيس تيبلو حلال مستحرام هلكات سكوب بحسي سؤال شو اللبعض سيو تاقن تمالين تقيامها marka qofku waxa uu kaga jawaabayo waa inuu diyaar sadaa quruxda adduunyadan ilaahay uu nasiiyay beer aakhira laga dhiganayo marka si fiican loo maamulo xoolo ku jira ilaahay baa wuxuu leeyahay al-malu wal-banuna zinatu al-hayati ad-dunya wal-baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala al-baqiyatu salihat wahyaba waraya haraya أيام مالك الله كسبان كلا يا مركا هل كان لجوه صدقة جارية أبو النبي قلت الماما عليه الصلاة والسلام صدقة قفك أدون كنتو جوغي وصيصة ما يستي أمر الله السمائي أوس جارية أوس عانيس صدقة لا إلهي وحي نفري حولها إن المال حلالا كسر شقيسنا أين كنا حد قد بن حتى عدك حد قد بيسا إن أين أقلان أهل كينا كاملة أقومي وقرآن كوكاها لأرمو هودا إيا حولو هودا إنسي في عان لغو مامولو الله أيو وأنك عانت لغو قلنين مركز تايلة يوحولو ولا تؤتو السفهاء أموالكم السفهاء ذو وادات كان ولي عقل قوضو كف الله ناسي ونكسي وحمى مولي كرين حوله إنها أدبنا التي جعل الله لكم قياما أي لها وإذن كردك وهبين أيو مامولي حولها سوى حولو هودي haddana xoolaheena buu ilaahay ku sheegay waayo waa xoolaheena kuwa in ku difaaceen ila xoolisa hadduu agoonkii cunaa ama silciye ka baxaan kuwa agoon buu idanaya marka ilaahay wuxuu tilmaamay cidii maalka ku xad gudbaysa ama ku israafaysa inaan loo dhiibin lidalik ba islaamkeenu wuxuu jiray baab la yiraahdo baabul hajr qofka aqliga gaaban qofka xanuunsanaya qofka sabiga ah xoolisa inaan lagu sii deyn loo maamulo maalka dariiqo kasta ama si kasta in lagu xadgudbay ilaahay wuu diiday bal daliilka u dhiga qofka ku xaraantinimeeyay unbu ku xaraantinimeeyay un maalkana in lagu xadgudbo oo sida aayadu ay u diiday qofka dhigiisa in la daadiyo saasoo kala xoolihiin in lagu xadgudbo loo diiday markaas ta islaamku waxyaabo u yimi waxa kamida maalka inuu ilaaliyo qofkii tuugaha gacan goyn ba quraanku jideeyay qofkii sidoo kale muxaaribka ahaa xoolaha boobay in isagana si iswaydaar loo gooyo arrimahaasoo dhan waa ilaalin ilaahay uu ilaalinayo subxaanahu wa tacaala shayga loo yaqaano nicmada alla uu nasiiyey maalka wamaa binicmati rabbika faxadith
إلهي إن الله أقوم هذا قي سبحانه وتعالى مالكم مركم من حلال يوم الحلال لقصك الشقي استس حلال أن الله بحين يوح لا تمنيوي وقفك هيستل إذا هذا يبلو كليا كلام مدقة لما تشرن كرام الله كمن كرا سيد النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام لبقف بالله كمن كرابو أما الله ورن كرا سيد هذا كليا كاردقة قف إلهي وسيء الدنيا دا ونكسن يقف وسيء دين علم ونكسن ومذ ولبس في عن وعمل فليا نعم المال الصالح للرجل الصالح نبي قول الله عليه الصلاة والسلام مال ونكسن وقف ونكسن هيو أيا وح نعمله وفي عن إلهي بهد بوح النودي ذي دنيا دا أين هاي سنة يو وح أين استعمالين النعمين كإلهين نكيل علينا وح الله يقان إسرافك سلام كل حرانتين مين لقوا حد كتب مالك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا المبني آدم بو إلهي وحو فرأينا استعمالان راحة إيا النعمة إيا قروح ذا إلهي أدونك كسية مالك كوهلين ولبا مرك إلهي سرتاقيا يعني عبادي سنيا عنتان كي عبتان كينا إلهي وافروا حلالي لكن نركا إيا نونيقا إيا قروح ذا إيا عنادا انتبا إسرافك كيلالي ذا إلهي الله سبحانه مؤمنين تنوى أماني حتى مركا وحبحنا يا وحبحين توذو من حد قذبو كتر ماها بخيل نمانا ما يقانا نقا كوذو اللبضا صور دحية نبي محمد عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن كابو وشيغا يا نعمة إلهي وسيي إنو استعماله إساقو كإلالينا يا وحالا إلى هذا حد قذبك يصير صيرك يصرفك كلوا واشربوا وتصدقوا من غير صرف ولا مخيلة نبي قول عليه الصلاة والسلام حولها داغذوا إلى هذه السياعنا وعبا والصدقاء كبحية كان إلى لي إسرافك إسرافك وحالا إلى علماء دوحة كنت عارفين أن إسرافك وحوية حولية مال حارانا كبحيس الدقفك وحبا بحيو مال خيرا كبحيو إسراف لما يدعلو إسرافك حارانتي وكا الدين لكن قفك وحي وهيستي أنو كسم ركرين إنو وضب بحينا وألقى في عين سيدا قرانك وشيغ يعطونك صحيح إسرافك أما وحي لهي وسيق قفك صفي عن نار أمة مولين أو كحد قدبه سببا كينا أيها بوانت هاينا إنو فير سنين وسكسحنا طور ريسا وحوين جهل المسرف بتعاليم الدين الذي ينهى عن الإسراف بشتى صوره قفكنا أن قرنين دينت إسلامكو وحي كقبتا ما كشيكتي ديقضني حولها إلهي وسيي إلا الضاداديو تاسان أغين حق شرعيين وكحاراي هيدان أغين سادرات ديت بنو البوري دي الدنيا دوح النقان كراقف كان قف عبايسا والعنانتي وعدلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إذا يسان النقان يا وحيسي هدو قفك الضاداديانا عنان بو يالانا يا إلهي حقي سنة عيب كل إيها أطوامه روي عنانا يا عذاب كلول بو آخرية لنا يا ديقضي النعمة دي إلهي وسيي قفك أما أمدة هدي أي سير سيران أي سفي عنو ما مولي وايان وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وحي أهل النار كي لهاي وكسب نارها هنا كوكالين برواقا سيبي لهاي ولا الدنيا دي مركب براري هي برواقا دي بي سحن ودحب طلق صدين ودحب سحن أو استعمالين وحكيني كرا سببها حولها إلهي ودومها سيين للدادية النشأة الأولى قفك السيدو برباري وهدو اسكي سوى برباري قوي اسكي برارسان واسكي برواقي سنو حولها ماشي كو مناسب كهيدا اندقي انو اسكي سيريا ويالي كرا نشاع ربا وحاولي وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه نوى لبسيدو كبر باري به كبر باري أي داير تكس عنيا وحكم إذا الغفلة عن طبيعة الحياة الدنيا قفك السنة ذا الدنيا ذا يسو ترين كذا أي أكد عسية أسنا دراد وحانو أكسوني وحلا إذا ذا نبسي وإنو إيمان دورا وأدون كو ديغدان إلهي يمال كانو سيئة ما أمدو بها الدي كو عيارا عقوبة ذا إيمان دون تو
عريري يفقري باو الضنبين دونا اللي سحن بين نعمذي إلهي ومامولينا يقول مهدنا قواية رسولكنا صلى الله عليه وسلم وحكى ليس كدا أيوه أداد وبقرك كويسي سنة سبا لقول ليها كو إسراف عندي دولك كاقل عذيبا لقول لها كتاقين أسواق باو استعمال حبطي مرابو النبي وكوارك دولك عليه الصلاة والسلام وحل ليها دانا كبقينين نيس كدي تاي دولك يكون عذي وقمان بقيانه وان قادا لها وان استعمال لها ابو النبي الله عليه الصلاة والسلام سببها وحكينا يا سعة بعد الضيق أو اليسر بعد العسر ذلك قاركود مركي وراوي اسكدروا في اسنائين فقري يباهي باهي ستي مركي سائل هاي والتشابي يوداق لن يمال كبوسي كل كاسي هل كودن بيسقيني نوال بوري دي كل كاسي لين كل هدين وليشي فقري قطورني أوحينا سينو دونا ومامولا عقتدى كقا بين فقري قاية فقير بالاقوشي درادي سببها وحكم إذا صحبة المصرفين ذاتك هذه يتشار ديقضى إلها والسياسي في عنا نوغت شوابينان مامولين وقفك أولا صاحبه شريا خير با سيبا عذرك شرك الليلة ولك لقاضة وكدق النبي قوحر المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل قفوا لباوحا وكسوا قيان لقنك صاحبك عدوا لنولي هو لصاحبي لقن كيدوا لي قفكها كفير صدع عدة أوه لصاحب أيو سيانو ولدق النقنين مركا هدي هذا راعي سو ذلك حد قد بيد يقضى إلهي مصرفين مالك صفع عنا نما مولين نعمة لإلهي يكون امتحانين أنقرنين وحدعي كريسين نعود النقط عرادات شوك تعمل كذا ديالا وحا سببها كم إذا حب الظهور والتباهي قفك او اسكدايا انو اسمو چنتيسا ايا مقعيسا كردقا مالكو سايرا يودادين ايو مركا ساوحو سمين ايا وحاو بحين ايو ياوحو استعمال ايو ياوحو خرشكرين ايو استسلم اي كتاي هبالواد ديغسي هبالوحا الرقودا هبالعين كانو يالا نعمذي الهي اللقو امتحاني ادون كان اما امدن شكري جي واحد جواب لقلقا ايا استسلم ايا ايا فانكا marka ino arrimaha soo dhana ragno caalamka aynu ku noolahay umadiisa marka la daraaseeyo waxa la tilmaamaa dadka ugu musrifsaninay in dadka muslimiinta iyadoo islaamkeenu sidaa u farayo waxa la yiraahdo israafka iyo tabdiirka iyo daadadinta xooluhu inay xaraam yihiin qofkii daadadinaya ama garsoorka ka joojinaya ama ehelkiisa ka joojinaya haduu yar yahay wadamada qaar kood baa la tilmaamaa dhaqaalaha ay helaan siiba raashinka oo kale annaha fudalat mulqatun fil qumama 45% wixii soo galay raashin ay helaan 104% ayaa ku daafada la dhigaa deeqda ilaahay uu siiyay subhanahu wa ta'ala wa nasib darro kala daay dadku xaqooda u cararayaan ay siyeegayaan dhar iyo dhooni waxa ay helaan waxay tuurayaan male dharkooda uu dheerkaaba xidhanayaan raashinkiisa waxa laga yaabaa 6 biloodka uu talaajada dhigta inuu kalba in yar la soo baxo waxay ku faanayaan yaftakhiruna bil asalati la bil muasara waxay ku faanayaan waxaan intaasan soo haystay dhowr boqol sano gurigan ii dhisna alaabta muddada inta la eeg ban haystay wa nahnu naftakhiru bil muasara inaguna waxaanu horeynu tuurayna waxana casriya kuwa nooca u dhaqmaya waxay keenaan iyo moodooyinka ayaa umadeenu ay isticmaalayaan oo lagu harawsanayaa lagu baabiyay dhaqaalahooda hunaka madahir al-israf fi biladina wadankeena muqaala badan baa ka jira oo israfka iyo xadgudubkaas uu ka muuqanayo waana khudbada sababta inuu soo qaadanay dadkii way cabanayaan faqri baa laga cabanayaa bal haddana una fiirso miyiga magaalada madax iyo raciyadaba sida loo nool yahayna u fiirso deeqdii ilaahay uu nasiiyo sida aynu u maamulayno iyo inagoo faqri ka cabsanayna waa laba kala kaana waa aad u kala tagsan al-israf waxa kawka ah waxa aynu ku dhaqaalaha faraha badan aynu ku bixinayna balwada shaadka iyo sigaarka iyo khamriga oo soo beeray iyo dalka qaarkood oo daroogada isticmaala yaalay badnaani laakiin waa balaayo
بلا يدنا وي بيريسا وي سعانيس قادك لعكت لغو بحيو دراسي السميين شاري صرف لياش مغالي دانا قران ويدي لابد بقلا كنبا الله صرفا مغالي دانا ينو تشوغنا قرا هرقيس بحادو ملاي نيسا مغالو ينكا كلا يمي يقو آدو عنا ماشي مكا وقوب بدن ياي شاتك آد لغو عنا وامي يقو maxaadu maleenaysaa Soomaalida magaalooyinkooda dhan markaad sugeyso hadii tan aqoon 200,000 bishii aad ku dhufato sanadkii ku dhufato halka masajidka mihraabka suuysa soo taaga dhowr iyo 90kii nin muslima ayaa isugu dhahaa reer isugu dhanaha kulkaasa kalmad buu jeediyay wuxuu yiri waxaan aad u la yaabsanahay dadkiina wadankan ku noolay inaa mucaawalana waydiisataan idin kula wadamo kala caawinaysaan waa arrin kala tagsan buu mucaawanada bixinaysan iska haysta inta anaga na waydiisanaysan mucaawano waayo waxaan arkay abu lacag aad u farabadan inay ku baxayso qaadkan wadamo kale ku caawisan waxay noo dhaantay lacagtaas qaadki iyo sigaarka ku baxayso iyo balwada inta dadka laga soo ururiyo in banaanka lagu gubo halka banaankaas iyo kabriid in lagu qabto in lagu gubo taasa inooga faa'iido badan sidaynu maanta u isticmaalayno balwada ugu bixinayno waxay u daliila marka halka dhaqaalihii dollarkii inta soo urursa aad ku gubto dhaqaalihii iyo lacagtii kaliya ku dhaafay laakiin marka balwadan lagu isticmaalo intee shay baa ku dhaafaya dhaqaalihii wuu ku dhaafay caafimaadkiina waa ku dhaafay waqtigiina wuu ku dhaafay arrimihii qoyska iyo maamulka iyo cibaadadii wixii oo dhamina waa kharibmay yaani ka sahlanayn marka inta la soo ururiyo gawaadhi lacagta lagu soo qaaday in banaanka lagu gubo taasi ay nooga sahlan marka laaga aqli ahaan laakiin dadku taa way la yaabayaan tan marqaanka laakiin lama yaabayaan israafka ugu weyna maanta ina haysta ee laynala helay laynagu wadaayo ilaad waalanayso waa halka weeye dadka xabsiyada ku xiran majaaniinta intooda badan ina 90% jaadkaasay la waashay وخير شاهد ما نراه في السوق وحمر خاتي كوغو اهو دليل كو وين بلو فيرس ددك واشاي برنا برنا وستا فيق فيقا جادنا وستا قف وال او والان سدا غالب كا برنا وستا فيقا او ديت سن ددك اسكغا علينيا عده سو ويرنيس عقار جح جحنا ووتا يا غرابدي كاسو كو واشاي كنا وسكو دفاعيا jaadka waxaan la israafka waxa kamida cunitaanka in cunayna aklan adima naf'a wax badan oo la ino soo dhoofiyo umadashay ino soo dhoofiyana inu ka marmi kari lahayn oo maanta aan dheefi noolahayn bal dhuunigeen eeg dadku dhuuniga ay cunayaan waa sonkorti waa saliidi waa bariiski waa baastadi waxaynu ku marmi lahayn beerahan inoo oodan inaynu kala soo baxno inta aynu kala soo baxayno gaabka way noo buuxin lahayd waxa faraha badan kiimikadu ku jiro raashimada qaarna laga yaabay inay dhaceen oo la soo qabtay intaas oo mar walba dhacday waxay noo bedeli lahaa waa nooc israafaha xooga aynu la fariisanay inu ku qaylayno inaynu beeraha ka soo saarno hunaka israaf fil malbasi wa zina israaf fi had gudubba ka jira dharka aynu xidhanayno oo aad u badan oo aynu ogsoonno moodadii la inoo keenay dharkii qaawanaa dharkii daayarta ku dhajisnaa dharkii sawirrada lahaa dharkii qulunka lagu xayeysiinayay oo ganacsatada ay u soo qaadayaan ciyaalka xiisaynaya kadibna dhaqaale badan la inaga furayo waxa la isku cadeynayo waxa la isku madoobeynayo waxa la isku kalareynayo la isku midabeynayo dhaqaale aad u badan ba qoysaska kaga bax waa tuulahay leeyahay bani aadam khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu زينه ها كو حد غدبينه باي لهي ولا واحد غدب ان ان هاكا سو قرخينيسا اما و خونيسا و خارانود حد غدب با كتيره في الافراح والاحزان ده قاله ان ان كو حد غدبينو مركا ان فرحسنahay يا مركا ان مروغيسناي لبدبا وايلكا يا مدخدا يا اقويهانكا ان لا اسكا كاشده هدو ددك دايرتا لا جهيهو لا وحن ددون بي كمروجينيان وحاي مريسا حفلتي اراسكو تدبه حفلادود ama u fiirsada ama u fiirsana todobaad baad un bay ka gooyeen jeebkay ka gooyeen walaal qaylinaysaa caawiya baad leedahay waa yaradki waa gabaatigi waa isbarashadii dumarka oo aan ka lacag yarayn waa xafladii dumarka xafladii ragga
فجان كل عقدي اللي جوري ذي وحاء فلين تركليه وحاء أنت اللي قارين أنت تدبح في اللذات أيا سعنا يا مذ والبا مسكين كيرا وحصايا بيا ويدائر تها ويدرام يلا ويدم قنا يعني أنت صار العقوق جبحية حقي تجيا أحزان تي يوم مركي دتك إذا كرمت تينا وأساس وكله الكل حوالا لقليا وقرقات كي حوالا كلا لقليا وفديه قار كلا لقليا أصيدي ولا دقيا قار كلا لقليا وأحنكي ولا قرامي أساس وسعنيس إسراف يحد كذب كلا كتر حاله ومضى وننكي مسؤولوا قد قالوا لي ما أنتم بقى عن تكوف صاقة شيء أدي ماذا نكسف كسف حملة سحلة ذا نسكلف والكاسة استقوا قفكي سروالك وكل عياب وشقذي بلابي على الوين ولا وانو عطاري أنت أسو حولاي أنت أسو كيدي أنت أسو دار أنا وصميستي كل هذا أنا وحلي ماشي أد قبصتي ما حضرت كتابتي ما حد قعنتك قدك تيلا وامال مئة شعب كينا تيبا إلا برهن سيدانا يقونا وإلا بوابانا لالوش كيبا شنددان لغو سيداه تنوح لأي دولكان إي حكم قصد دواحن كوچرا إي حكم أنيغا إي هو الرئيسي أنيغا سيدان إيال شعب كإيو مدحدة إلهي والله دلوحو لأي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حولها آهي ستان لحدينا حق تراكو كلاعونينا وتدلو بها إلى الحكام حولها كل لوشي نبو إلهي لي مدحدة رعية دي مركو الله دلوحو لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إذنكو قرانا يا قردرهي الدم بحوالها دركها كعنين مركا ذيك تدين عوال بوار نوعا وذيك أركي قاديد كسعونا يا قف كي دونا بوحورنا يا نيغا نميدان فولو ودنا مالها شدال كيبا بطي دادكو وحي راي كش قيستان لهاين وحكو صوصار لهاين وحكو بيران لهاين وحكو هرمارين لهاين قف ولي بقاري بو كفو لي أما هاو باهنا دا أما يو باهنانين وحاو قسي درانا ينقو صابيرتين لعاكتا لغو بحينا يو مقفاها يو نمانك بوابا يو بشر كالكتاي يبني آدمك وحاي كاتي چاري ياراد مالي والبقار كيسانين يو حاسكي سيو يسايست المقوي سيو يو برورانا يو قفك يو يرادا هلكا لغو هايستا هلكا سا لغو هايستا وحاجيبا وي in masaajidka inaan kamid aha habeen dhawayto gaadhigaygu halka ku jeeray waa rag 10 ka dhageysanaya waxaan ku warsaa maxaa kugu dhacay sidee lagu qaaday wuxuu markaan reefas galiyay ayuu telefoon ugu soo dhaca ki yaraa ma gafahaystaada lay dabeytana gaadhigaaga sidaas aan ku jeeray halkaas ay noogu soo gashay almuhim waxaanu leenahay walaalayaal aan wa mushkilad mujtamaan haysato oo u baahan in dib loo tashado oo la isweydiiyo war waynu cabanaynaa uune ilaahay ma waxbaanu ina siinin mise inaga musrifiina nahnu almusrifun inaga ayaa ku waxad gudbaya umadaha inoo yimid dadka dawarsanaya qof waliba kiishad buleeyo lacag buu xawilayaan dhunigu urursanaya dharka urursadeena u gashanaya u meedhanaya waxa kaashkii loo dhiibayna birbu ka dhiganaya u xawilanaya kasiri lanka ama hindiya ka yimu shaqeynaya wixii si u xawilanaya adigana waad waalanta mucaawana doonaysa waa kala kacsan tahay in la isku hagaajiyo loo fikiraabay u baahan tahay laakiin ilaahay inaan ka cabanin subxaana wa ta'ala wa inna ni'mati allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مدادا